هناك أدعية للمساء وأدعية للصباح، منها اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخر. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، كل هذه الأدعية أقرأها وهي أدعية الصباح، أقرأها بعد الفجر قبل طلوع الشمس أم في أي وقت من النهار وفي المساء وفي المساء أيضا. متى أقرأها؟ بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو في كل وقت من الليل؟ جزاكم الله خيرا. الدعاء والاستغفار مطلوب من المسلم الاكثار منه في كل ساعات الليل وساعات النهار ما أمكنه ذلك، ولا سيما في أول الليل، في أول الليل وفي أول النهار، في أول النهار بعد صلاة الفجر، سواء كان بعد الصلاة مباشرة أو قبل طلوع الشمس أو في أول الصباح، الأمر واسع في هذا. وكذلك في المساء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، كل هذا إن شاء الله يرجى أن يحل محله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.